وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ مؤمن السيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سيد مؤمن، إشادات دولية واسعة بمجريات سير انتخابات الرئاسة المصرية كان آخرها من الجامعة العربية ومن الكوماسة، كيف ترى هذه الإشادات وانعكاسها على مصداقية العملية الانتخابية؟ مساء الخير على حضرتك طبعا وعلى السادة المشاهدين جميعا. في الحقيقة إن احنا شاهدنا على مدار الثلاث أيام الانتخابات الرئاسية في الداخل عرس ديمقراطي يشهد له الجميع. خليني بس في بداية مداخلتي أشكر كل الشعب المصري بجميع فئاته اللي ضرب مثال في الوطنية والحفاظ على حقوقه والحفاظ على مقدراته في هذا البلد. في الحقيقة أن احنا شهدنا منذ بداية الانتخابات، وخليني أقول كمان مش بداية الانتخابات بس، منذ الساعة 8:30 بداية حشود كبيرة جدا، الكل كان حريص يشارك في حقه في العرس الديمقراطي الكبير. احنا شهدنا الأسر بالكامل بتقف بتصطف أمام لجان الاقتراع علشان يدخلوا يقولوا صوتهم. طلاب الجامعة حشود رهيبة جدا واقفة قصاد المقرات الانتخابية عشان تدي بأصواتهم. السيدات مصر العظماء اللي أبهروا العالم، دي رسالة قوية جدا من شعب كبير لكل المشككين وكل اللي كانوا بيقولوا ان الشعب دوت لا خلاص وصل لدرجة لا ما فيش الكلام ده. الحقيقة إن دي رسالة قوية جدا من الشعب المصري لكل دول العالم. نعم. إن الشعب المصري ليه حق أصيل وهو اللي هيختار مستقبله ومستقبل أولاده. طيب، المتابعات من قبل العديد من المنظمات والهيئات الدولية، كيف ترى ما أشادت به ويعني رأيها عموما في سير العملية الانتخابية؟ طبعا كان في غرفة تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين على مدار الثلاث أيام كنا بنتابع سير العملية الانتخابية منذ فتح اللجان. كان عندنا حوالي 20,000 متطوع ومن أعضاء التنسيقية بيتابعوا سير العملية الانتخابية، بجانب زي ما حضرتك قلت في بداية المداخلة إن كان في إشادة دولية من جميع المنظمات الدولية والحقوقية. صحيح. أفريقية وأوروبية، كل المنظمات اللي تابعت سير العمليه الانتخابيه اشادت بسير العمليه الانتخابيه. وفي الحقيقه لازم برضو ما نغفلش دور الهيئه الوطنيه للانتخابات في الدور الكبير اللي قدمته تسهيلات كبيره جدا للمناخبين عشان يطلب اصواتهم. لجان الوافدين بصراحه قدمت تسهيلات كتير جدا. احنا شفنا في المطار ان اهالينا رايحين يعملوا عمره كانوا بيدخلوا اللجنه ويصوتوا ويقولوا صوتهم. لم نرصد اي انتهاكات لسير العمليه الانتخابيه. اشاده دوليه في ظل الظروف يشهده العالم، ظروف سياسيه صعبه جدا، لكن احنا الحمد لله قادرين على نجاح كل ما يتم على الاراضي المصريه من انتخابات فعاليات. اي شيء يتم على ارض مصر احنا قادرين ان احنا نكون شركاء في نجاحه. اذا ترى استاذ مؤمن انه الهيئه الوطنيه للانتخابات التيسيرات التي قدمتها ساهمت في خروج عمليه انتخابيه منضبطه؟ طبعا يا فندم، بالفعل سير العمليه الانتخابيه التسهيلات اللي قدمتها الهيئه الوطنيه من منذ حضور القضاه في تمرين الساعه 9 حتى شفنا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه القاضي بيخرج له بره علشان يساعده في اجراءات تصويته ان هو يدلو بصوته. تسهيلات كبيره جدا. نعم. في كافه اللجان في ال 27 محافظه تحمل القضاه في اللجان من 9 صباحا ل 9 مساء عشان خاطر ينظموا ويكونوا مراقبين على العمليه الانتخابيه. لا كان طبعا حضرتك يعني مجهود كبير جدا من الهيئه الوطنيه. نعم. تسهيلات المؤتمر كل ما خرج من تصريحات ليهم خلال كل مؤتمر في خلال ساعات معينه يوضحوا. نعم. ايه اللي تم ايه اللي حصل.
الكل كان متابع دقيقه بدقيقه ما يتم من منظمات مجتمع مدني، هيئه وطنيه، متابعين، مراقبين، كل ما يدور خاص بالعمليه الانتخابيه كان بيتم على اكمل وجه. اشكرك استاذ مؤمن السيد، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.